أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية باحتضان حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لسباق الفورمولا 1 للعام 15، وستتوافر منظومة متقدمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية والأمنية والإعلامية ووجود 1200 متطوع تجسيدا لفريق البحرين على الأرض لخدمة ضيوف البحرين. أعرب الرميحي لدى زيارته إلى حلبة البحرين الدولية ومتابعته لترتيبات تجهيز المركز الإعلامي والاستديو الإذاعي عن اعتزازه بتعاون الوزارة مع حلبة البحرين الدولية والأجهزة الحكومية المختصة في توفير الخدمات الإعلامية والفنية والتقنية لمراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. ونوه إلى حرص وزارة شؤون الإعلام على تقديم تغطية إعلامية شاملة للسباق من خلال عقد لقاءات إذاعية مباشرة مع المسؤولين والجماهير من قلب الحدث ونقل انطباعات الحضور وبث رسائل وتقارير إخبارية عبر شاشة تلفزيون البحرين للعام الثالث على التوالي من داخل الحلبة، فضلا عن التغطية المصورة لوكالة أنباء البحرين وشبكات الإعلام الاجتماعي. أشار إلى نجاح جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مدى السنوات الماضية في جعل مملكة البحرين محط أنظار العالم، وأثبتت جدارتها في منافسات الحلبات الدولية في حسن التنظيم والضيافة، وسبق لها الفوز بجائزة أفضل سباق منظم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات. أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين تواصل جني ثمار هذا المشروع الرائد الذي انطلق عام 2004 بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوها إلى إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة الإنجازات التنموية في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. استضافة البحرين لسباقات الفورمولا 1 واحدة من قصص النجاح اللي احنا نفتخر فيها في البحرين. انا كان لي الشرف التواجد على هذه الارض منذ 2004، 15 سنة من النجاحات. ما يلفت نظري الحقيقة بان فريق البحرين كمسمى تراه على أرض حلبة البحرين، فعلا فريق متكامل، جميع قطاعات الدولة تعمل اليوم لضمان تقديم سباق متميز. مسؤولية كبيرة تقع على الجميع، الفعالية وطنية، فعالية إعلامية اقتصادية. أكثر ما نفخر فيه بأن اليوم من يدير هذه العملية كلها شباب بحرينيين، أكثر من 1200 متطوع. الحقيقة هذا أكثر ما يلفت نظري. الشباب البحريني قادر يقدم الكثير من التميز. بالنسبة للإعلام، لله الحمد، سنة عن سنة يزيد عدد الإعلاميين والمتابعين. هناك أكثر من 500 إعلامي بيقومون بتغطية هذه الفعاليات. احنا حريصين في وزارة الإعلام، تلفزيون وإذاعة، وكالة أنباء، المركز الوطني للاتصال، جميعهم يعملون كفريق واحد لتقديم صورة فعلا تعكس واقع احنا نفخر فيه.